السلام عليكم متابعينا، صلواتكم بكل خير وعافية. اليوم تغطيتنا عن بطل الدروب نيسان باتر السفاري فتك 2017. أحب أوجه اعتذاري وأسفي لمتابعنا بحساب محمد فتك اللي طلب أكثر من مرة أن نتكلم عن الفتك وتأخرنا عليه، والتأخير كان بسبب أنه بانتظار أو كنا منتظرين 2018 ينزل في المعارض، طبعا للأسف ما نزل إلى الآن، فاضطرينا أنه نغطي 2017 بحكم أنه 2018 وكنا حابين أن نغطي 2018 كسيارة تخص السنة، ولكن سيارة 2018-17-84 سيارة بطل ما يحتاج يتكلم عنها، سيارة معروف لها، مشهود لها، سيارة قوية، ويمكن أكبر دليل إنه الشركة ما استغنت عن شكل الفتك بالرغم من وجود الباترا الكبير اللي أعلى مواصفات واللي يعتبر أكثر فخامة وأكثر تكنولوجي من السيارة اللي هي ميكانيك بسيط. أبرز المواصفات في واجهة السيارة بداية بالشبكة الأمامي بهوية شركة نيسان محاط بالكروم. بيكون معنا كشافات ضباب في السيارة على نسخة النص فل. بالنسبة للإنارة الأمامية بتكون إنارة عادية توهجية، العالي والواطي مشترك في فانوس واحد، لك أبرز المواصفات من وجهة السيارة. بالنسبة للنص فل ما يجي عليه وينش من الأمام، ولكن سيارة زي الفتك عملية التعديل أصلا مجرد ما تمتلك الفتك أنت حتهوى حاجة اسمها تعديلات. باختصار دي أبرز المواصفات من وجهة السيارة، ولا يخفى عليكم ارتفاع السيارة من الأمام وقرب المحاور اللي يعطيها يعني قوة في دخول والطلوع من أي منطقة وعرة سواء كانت طينية ولا جبلية ولا رملية. من الجنب وأبرز مواصفات السيارة بداية بفل التانك تقريبا 8 لتر، صرفية الوقود بتكون 7.7 كيلو بلتر بنزين، واحد نوع البنزين 95. من الجنب باين معانا الحماية والرفارف باللون الأسود بشكل جميل، المراية بتكون بالكروم والمقابض بالكروم بشكل كلاسيكي في السيارة. بالنسبة لمقاسات الجنوط أو الرنجات والكفرات بتكون 275/70R16، ده يعتبر الجنط المتوسط. في طبعا على السوبر سفاري بيكون في جنط 17، ولكن ده كأداء في الأفراد بيكون أجمل من الجنط 17. من الخلف باتر الفتك بداية استبنة متعلقة في الخلف، إنارة تحذيرية عند الوقوف موجود في السيارة. شكل السيارة كسيارة أفراد من الخلف جميل. طبعا بالنسبة للإنارة بتكون معانا توهجية، إنارة مزدوجة فوق وتحت، القلص موجود في السيارة. بالنسبة للأبواب كالعادة ومعروف تفتح معاك على جزئين، طبعا من الداخل بيكون معك مساحة تخزينية نوعا ما جيدة. إذا استغنيت من الكراسي الخلفية بيكون معك مساحة عملاقة في السيارة، ولكن سفر خطوط غيره مساحة تعتبر ممتازة، ما تعتبر ضيقة، تكفي اليدوي كالعادة. وفي معك مناطق تخزين داخلية جي ال وهي فئة السيارة، فوركس فور تدل على أنه السيارة دفع رباعي. باترول فتك من مقصورة القيادة بداية على اليسار عندنا التحكم بالزجاج، زجاج السائق بيكون أوتو سنتر لوك، تأمين زجاج على اليسار. هنا كأزرار فوق تحت المكيف بيكون عندك التحكم بمستوى الإنارة الأمامية والتحكم بقوة إنارة العدادات. بالنسبة للتحكم بالمرايات بيكون كهربائي بس ما يكون على طي كهربائي، بتكون خلف مفتاح النور داخل الطبلون هنا أو قريب للعدادات، داخل من العدادات جوا شوي. التحكم بالإنارة بالمساحات بتكون بكل بساطة عادية جدا. السيارة سيارة عملية، سيارة للأفرود تحديدا، سيارة يعني ما أعرف كيف أوصفها، ولكن ما هي سيارة الدلع والأوبشن والرفاهية، دي سيارة للأداء الجبار، سيارة عشان يكون كل شيء فيها بسيط وما تعرف شيء اسمه أعطال. دركسون ما بيكون عليه أي أزرار أو أي تحكم. هنا كأزرار بيكون عندك زر التحذير الرباعي وإزالة الضباب من الزجاج الخلفي. هنا بيكون معانا زر الدفلوك، بتقفل الدفلوك أو تقفل الدفرنش وتفتحه. المسجل بيكون بسيط معانا، مسجل عادي سي دي اوكسيلري وفلاش. التحكم هنا بالمكيف ايضا جاي بصورة كلاسيكية نوعا ما، سيارة بيحافظوا على الشكل والطابع الكلاسيكي في السيارة لانه عشاق الفتك حبوه بشكله ده، فاذا حصل تغير قد ما يعجبهم اطلاقا، يعني ممكن يغيروا فكرتهم عن السيارة. تحت كأزرار بيكون عندنا الكول بوكس او صندوق التبريد اللي هو ثلاجة هنا موجودة. هنا يكون عندنا ولاعة ومخرج
باور اخر، كمخرجين طاقه موجودين في السياره. وهنا بيكون معك في اماكن فاضيه للتعديل على السياره اذا حاب تركب لدات اناره اي شيء وينش غيره. هنا كازرار ضغط الاطارات او مراقبه ضغط الاطارات بتعمل له سيت من هنا. زيرو التراكشن موجود هنا. الجير عادي 5 نمر. هنا بيكون معانا اللي هو نظام الدفع خلفي رباعي خفيف رباعي ثقيل في السيارة. هاند بريك عادي. درج هنا للمدخنين عبارة عن طفاية. 2 حملات اكواب. وهنا بيكون معانا ثلاجة في الداخل في السيارة. دي كمواصفات من داخلية السيارة. طبعا بالنسبة للدرج، درج تخزيني وهواة التعديل بيستفيدوا منه كفتحات قدادات او غيره، زي ما بنشوف الفتك. يعني صراحة الفتك عالم من التعديل، اللي بيسقطوا عليه مكاين في 8، واللي بيسقطوا عليه مكاين الكورفيت وغيره، وفوق 1000 حصان. تعديلات بتحصل على السيارة بصورة جنونية. والشيء الرائع انه السيارة فقط بيعدلوا الماكينة، لا يحتاجوا تعديل تعليق، لا يحتاجوا تعديل ديفرنسات، لا جير، لا اي شيء، فقط بيقوم بتصقيط ماكينة ويستمتع. السيارة فعلا متعة. هنا يكون عندنا الدرج عادي، وكمساحات على ابواب تخزينية ايضا تعتبر مناسبة في السيارة. الشمسية بتكون بدون مراية، شمسية الراكب عليها مراية تخدم الراكب اللي قاعد جنبك. السيارة من الداخل صراحة بالرغم من انه شكلها كلاسيكي، ولكن سيارة حلوة تحتويك، شكلها جميل، بتلاقي فيها المتعة وانت بتسوق، لانه جلوسك جميل وانت بتشوف كل شيء حوالينك. العدادات ايضا جاية بصورة كلاسيكية وبسيطة. بيكون معك هنا في عداد بسيط او شاشة بسيطة تعطيك الكيلومترات، سخانة بنزين، دوران ماكينة، ده كل الموجود في الشاشة، عفوا في العدادات او في شاشة العدادات هنا. وديك اغلب المواصفات من داخلية السيارة. بالنسبة لانظمة السلامة والامان في السيارة، بيكون عندك مانع انغلاق، مانع انزلاق، تراكشن، مراقبة ضغط الاطارات، كشافات ضباب امامية خلفية، 4 احزمة امان، 2 ايرباج في السيارة، مساعدة في الفرامل، توزيع الكتروني للفرامل. دي كمواصفات السلام والامان موجود في السيارة. بالنسبة للديفلوك والدفع الرباعي ايضا تعتبر نوع من السيفتي، لانه تعطيك تماسك في مناطق خطرة، حتى لو في امطار تلوج غيره، فممكن تستخدم الدفع الرباعي الخفيف، بيعطيك تماسك على 4 عجلات، بيعطيك اداء افضل في السيارة. محرك السيارة يعتبر اكبر محرك V6 بنزين، 4.8 او 4800 سي سي V6 ما موجود. محرك جبار، محرك يولد 280 حصان وعزم دوران 451 نيوتن. الماكينة نفسها تعمل بنظام الفولف تكنولوجي، واللي هي كلمة الفتك اللي نقراها فتك من الجنب، هي اختصار لكلمة فولف تكنولوجي. ايضا في تقنية الدبر اوفر هيت كام او كامات علوية مزدوجة في السيارة. بالنسبة للجير المتصل مع السيارة، هو جير سواء عادي او اوتوماتيك، بيكون 5 نمر قطعا. في الختام اذكركم ان تغطيتنا اليوم كانت من داخل شركة سترونج للسيارات، فرم على طريق خريص. لوكيشن المعرض راح يكون موجود في خانة الوصف، ارقام التواصل مع المعرض ايضا راح تكون موجودة في خانة الوصف، حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا راح تكون موجودة في خانة الوصف. وختاما اقول لكم في امان الله.